أزور سادتي أئمة البقيع عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أئمة الهدى، السلام عليكم أهل التقى، السلام عليكم أيها الحجج على أهل الدنيا، السلام عليكم أيها القوام في البرية بالقسط، السلام عليكم أهل الصفوة، السلام عليكم آل رسول الله، السلام عليكم أهل النجوى. أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله، وكذبتم وأسيء إليكم فغفرتم، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهتدون، وأن طاعتكم مفروضة، وأن قولكم الصدق، وأنكم دعوتم فلم تجابوا، وأمرتم فلم تطاعوا، وأنكم دعائم الدين، وأركان الأرض لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر، وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء، ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبتم وطاب منبتكم، من بكم علينا ديان الدين، فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلواتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذا اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم، وكنا عنده مسمين بفضلكم، معروفين بتصديقنا إياكم، وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر ورجى بمقامه الخلاص، وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الردى، فكونوا لي شفعاء فقد وفدت إليكم، إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها، يا من هو قائم لا يسمو ودائم لا يلهو ومحيط بكل شيء، لك المن بما وفقتني وعرفتني مما أتمنتني علي، إذ صد عنهم عبادك وجهلوا معرفتهم واستخفوا بحقهم ومالوا